والحق إن الذين فرطوا بحاكمية الله يكتبون من أعداء محمد وإن ادعوا اتباعه، ويكتبون من أعداء علي وإن ادعوا مشايعته، ويكتبون من أعداء الحسين الذي ضحى حتى بالرضيع ورفع رأسه على الرماح لأجل تثبيت حاكمية الله. والله الذي لا إله إلا هو، إنهم حملة رأس الحسين على الرماح في هذا الزمان، ويكفيهم خزي وعار أن يجدوا أنفسهم في نهاية المطاف أنهم أو لا يفقهون شيئا من الدين الإلهي أو من ثورة الحسين عليه السلام. لابد أنه ثورة الحسين يتشن غياسنا، يعني والمعصم مجرد فقط أنه فكرة الحسين قرقي ما أخطي يغلى ما أخطي بزق مقبلون على شهر محرم إن شاء الله. يعني ور أمور شنداء التزام إلى مخ، من الأفضل تقرب إلى مخ شنداء إلى آل محمد عليهم السلام وإلى الله سبحانه وتعالى. سيد سلام الله عليه في كتاب مع العبد الصالح الجزء الثاني نقل لروزنا صورة معينة عن الإخوة المؤمنين أنه مجالس الحسين قرليه ولكن حضور شنده أصدر يعني كإقامة أولي إقامة إلي مجالسه، ولكن حضور شنده أهل لرنن وشخلار مجموع لرؤون بيشتخيش خمية. نسي سلام الله عليه دي، وهل كان مع الحسين الآلاف ليحضر مجلسه الحقيقي الآلاف؟ يعني بخ مقارنة يقارن نيوزنا، لأنه يريان في خط حاكمية الله بدون منهاج الحسين من ننو يترؤوا الماغي مام حسين من ننو يترده فياسن قرندا سنبليس ياسنا دن يترده غاياسنا دن يترده وقال ما ماغلق فعلا آخر شيء ده. إمام حسين سيب تضحيه بيرسن بالساعات وقتيدان يلدى وضوء 10 جن شخي شخمية ويرميسا يوزنا جن ده بالساعات، يعني حقيقة بر آغر برشي ده مع آل محمد عليهم السلام حي في قاسنا أنه بساعدة شنده تكثير سوادي لمغا لآل محمد عليهم السلام. لهذا أمر عظيم لا يوفق له أي أحد، ومن يوفق له فمن قال إنه يثبت عليه